بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين على قناة بيب سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيب. النهاردة بقى نتكلم على مباراة كرة القدم بين منتخب مصر ومنتخب السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة إن شاء الله في قطر 2022. كل الأمنيات القلبية للمنتخب المصري ان هو يفوز في المباراتين ويقدم لنا لقاء ولا اروع ولا اجمل، ونصعد لكأس العالم باذن الله، ونبقى الدولة الثالثة للصعود لكأس العالم من الدول العربية. قبل ما ابدأ الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. يلا بينا نبدأ الحلقة، يلا بينا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية. هنتكلم بقى على حظوظ مصر ولماذا تم اختيار محمد مجدي قفشه مره تانية للمباراتين الصعبين للمنتخب المصري. انا هقول لكم بكل صراحه، مستر كارلوس كروش مش عاوز يعترف بخطأه الكبير وخطأه الجسيم لعدم اختيار محمد مجدي قفشه في تصفيات كاس الامم الافريقيه الاخيره، وبالتالي احنا خسرنا المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، وكنا قاب قوسين أو أدنى أن احنا نحرز النجمة الثامنة للمنتخب المصري. وبعد ما خسرنا هذه المباراة بركلات الترجيح، وكلنا فاكرين مهند لاشين والضربة اللي خرجت مصر من الفوز بالنجمة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية، حظوظ مصر كانت بنسبة 50-50 في هذه المباراة، لكن الغلبة والقوة كانت لفريق السنغال. طيب كارلوس كروش هو اختار ليه محمد مجدي قفشة؟ مستر كارلوس كروش مش عاوز يعترف انه اخطأ بعدم اختيار محمد مجدي قفشة لكأس الامم الافريقية الاخيرة، لان مصر كانت بتعاني من عقم تهديفي بحت في هذه البطولة، وكلنا كنا عارفين ان منتخب مصر بيميل للكرة الهجومية، علشان كده كان في مشكلة كبيرة في قلب الملعب بسبب عدم وجود البلي ميكر او صانع الالعاب او اللاعب رقم 10 او العقل المفكر او العقل المدبر، قول زي ما انت عاوز تقول. قول كارلوس كروش بعد ما عرف انه اخطا وكان في مشكله في نص الملعب، قال لك ما ينفعش، لازم يكون موجود لاعب صانع العاب يحاول يصنع الهجمات للاعبين الكبار زي محمد صلاح. يعني اغلب الناس شافت ان في عقم تهديفي لمحمد صلاح في هذه البطوله، والسبب الرئيسي تعنت مستر كارلوس كروش في عدم اختيار محمد مجدي قفشه لقائمه المنتخب المصري اللي كانت في الكاميرون. والكل كان مستغرب هو ليه استبعد محمد مجدي قفشه من هذه البطوله واختار محمد شريف، على العكس دلوقتي في هذه المباراتين اختار محمد مجدي قفشه واستبعد محمد شريف. يبدو ان مستر كارلوس كروش ما بيحبش الاثنين يبقوا موجودين مع بعض، علشان كده كارلوس كروش هيحاول بقدر الامكان ان هو يستفيد من محمد مجدي قفشه، لان مصر عندها مشكله في صانع الالعاب. قعد يدور كتير مستر كارلوس كروش مين الافضل في مصر ان هو يقوم بدور صانع الالعاب. كلنا عارفين ان عبد الله السعيد خلاص اعلن اعتزاله اللعب الدولي، وبالتالي بقى في مشكلة لنص الملعب في مصر. الكرة المصرية عندها مشكلة في اللاعب رقم 10 اللي احنا بنسميه مهندس العمليات، الراجل اللي بيربط ما بين الدفاع والهجوم. عاوزين واحد يبقى على راس ال 18 هو اللي يقسم اللعب وهو اللي يوزع الهجمات، وده افتقدناه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. مستر كارلوس كروش أعتقد ان محمد مجدي قفشه هيلعب اساسي في مباراة مصر والسنغال سواء في القاهرة او في السنغال. واحد هيسألني انت بتقول ايه يا كابتن بيبو، انا بقول لكم الكلام ده صحيح، مستر كارلوس كروش هيبدأ بمحمد مجدي قفشه اساسي. واحد هيسأل طب هو هيطلع مصطفى محمد ولا هيطلع مرموش؟ لا، هيلعب بالاتنين، هيلعب بمصطفى محمد وهيلعب بعمر مرموش، ومحمد صلاح طبعا لعب اساسي 100% لان هو ورقة الضغط او ورقة الفوز باذن الله للمنتخب المصري. طب هيعمل ايه؟ هيشيل واحد من الثلاثة،
لا اما حمدي فتحي لا عمرو السوليه لا اما محمد النينمش، وهيغير الطريقه. ممكن 1000000% كارلوس كروش يلعب بنفس الطريقه، هيلعب ب 4-3-3، هتتغير على حسب مجريات المباراه. على الرغم ان كل جمهور الكره المصريه قلقان وخايف، لكن اعتقد ان هذا القلق والخوف هيكون بيصب في صالح الكره المصريه ان شاء الله، وهنصعد كاس العالم باذن الله في قطر 2022. منتخب مصر منتخب كبير، منتخب دايما صاحب بطولات وصاحب ارقام وله شخصيه كبيره، وكل فرق افريقيا بتخاف وتهاب المنتخب المصري. علشان كده مستر كارلوس كروش قلت لكم في حلقه قبل امس ان هو بيعد العده وبيفكر هيعمل ايه، وبالعربي كده هياخد بطاره من السنغال، لان مستر كارلوس كروش والمنتخب المصري كانوا على قاب قوسين او ادنى ان هم يفوزوا بهذه البطوله. واحد بيسال ويقول طب التشكيل المتوقع من وجهه نظرك ايه يا كابتن بيبو؟ التشكيل المتوقع من وجهه نظري البسيطه هيبدا بمحمد الشناوي لحراسه المرمى، هيبقى قدامه اتنين في خط الظهر، محمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم. ناحيه اليمين هيلعب بعمر كمال عبد الواحد، وناحيه الشمال هيلعب باحمد فتوح. طب هيختار مين في نص الملعب؟ 100% حمدي فتحي هيبقى موجود. اعتقد والله اعلم المفضله هتبقى ما بين عمرو السوليه ومحمد النني، سواء لاعب ارتكاز تاني مع حمدي فتحي. والافضل من وجهه نظري في الفتره الاخيره والاداء القوي والرجولي هيبقى عمرو السوليه. طبعا محمد مجدي قفشه هيبقى لاعب رقم 10، هيبقى في نص الملعب، وعلى يمينه هيبقى محمد صلاح، وعلى شماله هيبقى عمر مرموش، وراس حربه وحيد هيبقى مصطفى محمد. في واحد بيسال تاني بيقول هل ممكن يقعد مصطفى محمد احتياطي؟ ممكن يقعد مصطفى محمد احتياطي ويلعب بثلاثة ارتكاز، حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني، علشان يهاجم بثلاثة من قدام في حالة ان هو لو احتاج مصطفى محمد هيطلع لاعب من الثلاثة الارتكاز، وهينزل مصطفى محمد كمهاجم في حالة ان فيه هجوم ضاغط للمنتخب المصري ومفيش ترجمة للجمل سواء من على اليمين او من على الشمال. وفي واحد بيسأل بيقول محمد صلاح هيعمل ايه في المباراة ديت؟ طبعا محمد صلاح هيبقى على حمل كبير جدا، لانه هو العقل المدبر الحقيقي لهجمات المنتخب المصري من ناحية اليمين. وخلي بالكم عمر كمال عبد الواحد امكانياته وقدراته ممكن تخلي محمد صلاح يخش راس حربة بدل مصطفى محمد، وبالتالي انا ببني كلامي على هذا الاساس، ان مصطفى محمد ممكن يقعد احتياطي، وبالتالي يبقى نص الملعب فيه اتنين، محمد مجدي قفشه ومحمد صلاح. على الرغم ان محمد صلاح هيبقى جناح ناحيه اليمين، لكن هيضم في قلب الملعب كعامل مساعد مع محمد مجدي قفشه، وورق الضغط للمنتخب المصري على دفاعات المنتخب السنغالي. الكلام ده كلام 100% مستر كارلوس كروش دلوقتي قاعد بيفكر فيه، وعلى هذا الاساس هيشتغل. المفاجاه بقى ممكن نشوف احمد سيد زيزو ناحيه الشمال مكان عمر مرموش، ودي تبقى ورقه ضغط كبيره جدا ومهمه جدا للمنتخب المصري. اتمنى وجود احمد سيد زيزو في كهاف ناحيه الشمال. وممكن المفاجاه كمان، يعني انا بفكر لكم من خلال عقلية مستر كارلوس كروش بيفكر ازاي. هو عاوز يلعب ضاغط من اول مباراة، لان المباراة على ارضه، وعاوز يحرز اكثر الاهداف علشان يروح السنغال مطمئن منتهي ان الصعود يبقى من مصر. ممكن يلعب احمد سيد زيزو ناحية اليمين وعمر مرموش ناحية الشمال، ويلعب براس حربة محمد صلاح. واعتقد اللي انا بتكلم فيه بيفكر ازاي مستر كارلوس كروش، ممكن بيفكر بنفس المنطق اللي انا بتكلم فيه. الاوراق كتير والاقتراحات كتير والفكر كتير، لكن بنسبة 100% ممكن مصطفى محمد ما يلعبش وما يبدأش المباراة، هيبقى ورقة رابحة على الدكة للمنتخب المصري. وزي ما انا بقول لكم كده،
محمد مجدي قفشه هيلعب اساسي طوال المباراه سواء في القاهره او في السنغال، علشان هو العقل المدبر او العقل المفكر المخ بتاع المنتخب المصري اللي احنا افتقدناه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون 2022. واحد بيسألني برضو بيقول لي هو السنغال يا كابتن بيبو هيضغط من أول مباراة؟ طبعا السنغال هيبقى ضغطك من أول مباراة، انت بتتعامل مع 23 محترف، ماندي وساديو ماني ولعبة كبيرة جدا في منتخب السنغال من ريال مدريد ومن ليفربول وباريس سان جيرمان ويعني مش عاوز اتكلم وتشيلسي، يعني طبيعي اللعبة ديت خلاص ما عادش عندها الخوف اللي احنا كنا زمان بنشوفه من كل الدول الافريقية والمنتخبات الافريقية، الكلام ده ما عادش موجود. والسبب اللي انا اتكلمت فيه قبل كده ان فتح باب الاحتراف هو السبب الرئيسي للي احنا بنشوفه دلوقتي، ان انت بتلعب فرق قوامها كله من المحترفين. تعالوا نشوف بقى قوام المنتخب المصري كله من المحليين. عندنا ثلاث لاعبين منهم محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومحمد النني، طبعا مع الاحترام لكل اللاعبين عدد قليل جدا قدام 23 محترف، ده مشكله كبيره جدا بتعاني منها الكره المصريه وهتبقى مشكله في الفترات اللي جايه. وانا قلت قبل كده نفتح باب الاحتراف علشان يبقى الرؤوس تتساوى من المحترفين، لان كلنا مع الاحترام ان لعيبه مصر عاليه جدا وامكاناتهم عاليه جدا والدوري المصري دوري كبير جدا ومن افضل الدوريات اللي موجوده في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه. جماعه بصراحه احنا كنا شايفين معاناه كبيره جدا في كاس الامم الافريقيه الاخيره من اول ما بدانا المباراه امام نيجيريا، وكلنا شفنا ان اداء مصر كان ضعيف جدا، ولما صعدنا لدور الستاشر قعدنا نسيس الفرق لحد ما وصلنا بعد جهد وعرق وتعب شديد للمباراة النهائية أمام السنغال، ولعبنا طبعا أربع مباريات كلها وقت إضافي، ودي كان عبء شديد جدا على منتخب مصر. وأعتقد أن منتخب مصر لو كان بيخلص المباراة في الوقت الأصلي ما كناش وصلنا للتعب والجهد، بقى عندنا جهد وافر نقدر نفوز على السنغال. وممكن والله أعلم أن التعب الشديد اللي خاضه منتخب مصر في كأس الأمم الأخيرة دي كان سبب رئيسي للخسارة، علشان كده احنا ظهرنا أن احنا مستوانا قليل جدا في هذه المباراة. نتمنى إن شاء الله أن مستر كارلوس كروش يركز كويس جدا، ونتمنى لكل لاعبي المنتخب يركزوا كويس جدا في هذه المباراة علشان نتفرج على المتعة والجمال في مباراة مصر والسنغال. أنا حاسس ان مصر هتفوز باذن الله وباكتر من هدفين في هذه المباراه. بصراحه المباراه الاولى اللي في مصر انا حاسس ان منتخب مصر هيفوز باكتر من هدفين، علشان كده انا مطمئن، لان عندي حسابات كده انا حسبت على هذا الاساس ان احنا هنفوز. اول الحسابات ان وجود الجمهور حوالي 50 او 60 الف متفرج هيبقوا موجودين في استاد القاهره، وديت ورقة ضغط كبيرة جدا للمنتخب المصري في هذه المباراة. الشيء الثاني ان احنا ممكن نكون كنا مجهدين في مباراة النهائي امام السنغال، وبالتالي ظهرنا بمستوى ضعيف جدا في هذه المباراة، بالرغم ان غلب على هذه المباراة التكتيك والفنيات العالية في المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2022 في الكاميرون. قبل ما انهي الحلقه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.